معانا حلقه جديده من سفره طبيعيه صدى البلد معاكم توته مراد. حلقه النهارده من المكسيك، حلقه سهله جدا وبسيطه زي ما احنا متعودين. هنعمل مع بعض فاهيتا كبده. في العادي او يعني في المتعارف عليه ان الناس كلها بتبقى عارفه ان الفاهيتا فراخ او لحمه، وفي فاهيتا سمك على فكره انا بنعملها ان شاء الله في حلقات قريبه. فالنهارده قلت ايه، تعالوا نطلع شويه بره اللحمه والفراخ اللي احنا متعودين عليهم ونعمل مع بعض فاهيتا كبده. انا بفضل الكبده ما تكونش ضاني، يعني لسه كنا بنتناقر قبل الهوا في حته الكبده اذا كانت ضاني ولا بقري. انا ما بفضلش الضاني قوي في الوصفه دي عشان بيبقى ليها يعني طعم شويه او ريحه مش ماشيه مع بقيه الحاجات بتاعتي، فبالتالي يفضل ان احنا نستخدم كبده مش ضاني، تمام؟ مجمده بقى، طازه، اي نوع مش هتفرق. طيب تعالوا نسمي بالله ونشوف الفاهيتا الكبده مقدارها عباره عن ايه. معايا كبده متقطعه، كل التقطيع عندي واحد، تمام؟ فلفل الوان وبصل، ثوم مفروم، ملح وفلفل اسود. اللي جاي ده كله اللي انتوا هتقروه من اول ملح وفلفل اسود، دي بهارات الفاهيتا ثابته، الفاهيتا اللحمه والفراخ والكبده والسمك. ملح وفلفل اسود، كمون، بابريكا، شطه او تشيلي باودر يعني المتاح، بس انا قلت ايه الشطه موجوده عندنا كلنا لكن ممكن تشيلي باودر ما يكونش ايه متاح عند كل الناس. عندنا بصل باودر، توم باودر، سكر وزيت، تمام كده. وممكن التشيلي فليكس برضو هتبقى حلوه قوي، يعني لو تقدري تجيبي التشيلي فليكس هتبقى لطيفه جدا معاها. سكر وزيت بس، ما عنديش ولا زبده ولا سمنه في الوصفه دي. سلطه الجواكومولي، سيبكم الاسم، هي اسمها يمكن مكعبر شويه لكن هي سلطه بالافوكادو. هي ممكن يكون الافوكادو سعرها عالي لكن احنا ممكن نعمل بثمرتين طبق سلطه حلو او تغميزه حلوه للوصفه بتاعتي. السلطه دي خطيره، عايزه اقول لكم ان في ناس بتعتبرها وجبه، يعني ان انا بس ازود الخضار بقت عندي وجبه كامله متكامله. طبعا فوائد الافوكادو لا حصر لها، طعمها حلو جدا، بتدخل في اكلات كتير، فيها كميه فيتامين عاليه جدا، فيعني تقدروا تستخدموها حتى لو واحده بس بتبقى لطيفه جدا وبتدي طعم خرافي. طيب انا هبتدي اجيب بقى ايه العده بقى بتاعتنا، نقول السلطه مقاديرها مع بعض. ثلاث ثمرات افوكادو، وممكن تزودي بقى العدد براحتك، يعني لو ربنا ايه يعني ميسرها شويه نزود براحتنا عشان نعمل كميه كبيره. طماطم مكعبات بدون القلب، وضروري جدا لاني مش عايزه التغميسه بتاعتي او الصوص بتاعي يبقى فيه ميه، تمام. فلفل هالبينو، ولو ما عنديش هستخدم فلفل حامي بتاعنا العادي جدا مفيش مشكله، مش هنقدم روحنا يعني. كزبره مفرومه، بصل احمر مفروم، عصير ليمون فريش، ما تستخدميش المعلب بقى في الوصفه دي، الفريش بيكون لطيفه قوي. ثوم مفروم، ملح وفلفل اسود، ممكن كمان احط فلفل اسود، يعني لو هنقول بقى الوصفه الام ما فيهاش فلفل اسود بس انا حبيت ازود فلفل اسود. طيب تعالوا نسمي بالله ونبتدي نشوف هنعمل ايه. هبتدي بالفاهيتا الاول، فاهيتا الكبده. هحط زيت عندي في الطاسه. ازاي بقى تطلعي الفاهيتا مش زفر او الكبده عندي ما تزفرش الخضار والعكس، اخد طعم مظبوط زي ما باكلها من بره. طب تعالوا نشوف بهارات الفاهيتا الاول مع بعض. عندي بصوا بقى انا هعمل ايه، هتبل في اتنين، ادي ملح هنا، فلفل اسود، وادي بابريكا، وزي ما قلنا التشيلي باودر او شطه يعني اختياري بقى براحتكم، وكمون. ما ينفعش فاهيتا من غير كمون. وعندي ادي البابريكا، توم باودر، يعني حتى البهارات مش معقده بتاعتها، ممكن تعملي ميكس بين الحاجات دي كلها نسب متساويه وتشيليها مثلا عندك في علبه او في اللي هي بتاعت البهارات تخليها عندك جاهزه، وشويه سكر، تمام. يبقى عندي كده دي للكبده ودي للخضار. طيب تعالوا هبتدي انزل كده هنا، تعالوا ننزل في دي الكبيره، ادي شويه زيت بسيط عشان بس المكونات تتقلب كويس جدا مع بعض، شويه زيت كده، زود سنه ملح وقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض. وصفه سهله جدا وخطيره، عايز تعمليها في عيش تورتيلا اعمليها، عايز تعمليها مع مكرونه والله ما هتقول لا، في عيش فرنساوي، في عيش سوري، براحتك بقى عيش، يعني الوصفه عندي مظبوطه اقدر بقى اشيل واحط براحتي. يبقى انا حطيت عندي توابل الفاهيتا كلها وشويه زيت مع الكبده، والطاسه عندي سخنه جدا جدا، لازم الطاسه تبقى سخنه قوي. تعالوا دي سخنه الاول اهو،
شايفين عندي تقطيعه الكبده عامله ازاي؟ مش هقلب بس هفردهم كده في الطاسه عشان تتشمع معايا كده وتاخد تحميره حلوه. طيب نفس الكلام، عندي شويه زيت واعمل كده وانزل ايه الخضار بتاعي. فكرة بقى ان انا بتبل الخضار عندي هنا بتخلي الخضار يتشرب طعم حلو، بيبقى طعمه خطير. فاضل عندي التوم، مش هحطه دلوقتي، التوم هخليه في الاخر. قلب بقى كل الكلام ده مع بعض. يبقى حطيت ايه؟ توابل الفاهيتا، حطيت الخضار، الكبده عندي شغاله على النار، مفيش حاجه اسهل من كده اهو. اعملهم كده مع بعض، بصل كده مع الكلام ده كله. ونفس الطاسه عندي سخنت جدا برده، شيل كده الحاجات دي. هبتدي انزل بايه؟ يلا بينا. انا بقى كده مش ممكن احس باي زفاره، لو انا جيت نزلت الخضار مع الكبده من الاول هحس بطعم مش لطيف، فبالتالي الخطوه دي هتفرق جدا. هتديكي بلاش بقى نقلب بتاعت الكبده، نقلب كده بدي. هفضل بقى اقلب عندي مش كتير، لحد بس ما يبتدي ايه يعني يهدى شويه او يدبل حاجه بسيطه قوي مش كتير. نعمل يعني كده. تعالى برضو نشوف الكبده بتاعتي ايه الاخبار. نزود بس شويه زيت بسيط. إيه خلاص الجوانتي بقى مش محتاجينه اهو. الله بصوا بقى التحميره الحلوه، احلى فاهيته كبده، الريحه خطيره. احنا دايما متعودين عندنا كبده ايا كان بقى، كبده جملي، كبده لا جملي مش على الوصفه دي، او عندنا كبده بناكلها دايما متشوحه، اسكندراني، كبده مشويه، لكن يمكن مش ناس كتير تعرف موضوع الفاهيته، فالموضوع يعني مختلف شويه او يعني بره التقليد. طبعا الكبده ايا كان هي نوعها ما عدا الجملي ما بتاخدش وقت خالص في السوى، يعني 7-8 دقايق كده والموضوع عندي يبقى جاهز وتمام التمام. ومش بقلب الا لما ابتدي الاقي فيه شويه شده، لكن ما ينفعش ان انا افضل اقلب من الاول، الكبده مش هتستحمل. معلومه بقى يمكن دي سبب خناق كتير عندي كمان على الصفحه لما بذكر النقطه دي. الكبده يا جماعه مش بتتغسل، والله ما بتتغسل. في ناس بتقول انا قاعد لبن عشان السموم والكلام ده كله، ضيعتي القيمه الغذائيه بتاعتها وضيعتي فايدتها، يعني يبقى خساره ان انت دفعتي فلوس. فالكبده مش بتتغسل. عايزه اقول لكم ناس بتشتكي ان الكبده بتبقى طعمها زفر، ده والله سبب الغسيل. يعني انت لو سميتي بالله ورحتي مش اشتغلتي بيها على طول خلاص والله ما هتحسي باي طعم، لكن بقى لو رحتي غسلتيها هي دي الحاله اللي هتخلي الكبده بتاعتك زفر. زي فكره اللحمه المفرومه، احنا بنغسل اللحمه المفرومه، ما حدش بيغسل اللحمه المفرومه، فاتعاملي معاها زي اللحمه المفرومه مش بتتغسل نهائي. يعني فعشان نبقى ايه يعني وصلنا الموضوع مظبوط، او نبقى عملنا اكله يعني زي الكتاب كده ما بيقول، فبلاش نغسلها، سموا بالله واشتغلوا على طول. طيب شوفوا بقى النفشه اللي كانت عندي، شايفين الموضوع هدي ودبل ازاي؟ حاجه بسيطه جدا. ماشي يا استاذ تباع، نقلب بس الكبده تقليبه واحده وخلاص. بص انا لسه عندي فيه شويه يعني ني شويه ما استووش، فممكن في مده الفاصل اهدي النار شويه واسيبها تكمل سوا. مش هعمل ميكس بين الطاسه دي والطاسه دي غير لما نرجع من الفاصل، فاصل ونرجع ليكم على طول من تاني، نعمل الفاهيتا الكبده ونعمل الجواكامولي. فاصل ونرجع ليكم من تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم. بصوا بقى الكبده عندي شكلها عامل ازاي، الريحه خطيره، الكبده تجنن مستويه كده ويعني دايبه دو. طيب عندي بقى خلاص الكبده زي ما قلنا استوت، هعمل ايه بقى؟ الخضار انا رفعته من على النار عشان ما حبيتوش في وقت الفاصل يكمل سوا ويدبل. هحط سن الثوم، بصوا قد ايه يعني يا دوبك فصين مفرومين، وادي تشويحه وخلاص. مش عايزه احمر الثوم قوي، عايزه احافظ على طعمه الفريش، تقليبه وخلاص مش هعمل حاجه ثانيه. اهو شايفين الخضار عندي لسه برده لونه مزهزه. طيب انا قدامي ان انا انقل من هنا لهنا او من هنا لهنا، يعني الموضوع اختياري، بس دي كبيره شويه، بس الافضل ان انا اقلب هنا. ليه؟ عشان كل التحمير والدلع اللي احنا عملناه في الطاسه ده يفضل موجود، بس دي صغننه شويه فهعمل العكس، لكن انتوا خلوا الخضار هو اللي على الكبده. بقى
يعني مهما اوصف لكم قد ايه الوصفه دي سهله وبسيطه وحلوه وجميله وسريعه، يعني مفيش حاجه توصف الدلع ده كله. وبقى ما شاء الله الكميه، يعني جيب مثلا نص كيلو كبده هيرمي معاكي كميه حلوه. عايزه بقى تكتري الخضار شويه عشان كده ايه الموضوع يبقى اقتصادي شويه، تزودي كميه الخضار هترمي معاكي برده كميه كبيره. يا سحوره حبيبة قلبي يا توت، يا صباح الخير. صباح الهنا والسعادة. ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني يا توت والله، وانت وحشني اكتر بكتير. فينك؟ انا مش عارفة اوصل لك يا حبيبة قلبي. حقك عليا والله، بس مبسوطة سمعت صوتك. ربنا يخليك يا حبيبتي، تسلم ايدك على كل حاجة بتعمليها يا روح قلبي. وعيونك حبيبة قلبي يا سحورة. حبيبتي ربنا يخليك. طمنيني على صحتك، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، احسن الحمد لله يا رب دايما. توتة قولي يا روح قلبي، عايزين حاجات للشتاء كده تدفي يا توتة. عينيا عينيا عيوني، عايزه ايه قولي لي؟ اللي انت هتقوليه هعمله لك الاسبوع الجاي حبيبه قلبي. حاجات كده سخنه نشربها ناكلها، معجنات من ايدك الجميله. عيوني حالا دلوقتي ايه هتكتب نعمل حلقه معجنات، وممكن أيوة. نعمل شرب كمان في الجو ده هتبقى لطيفه قوي، فمعجنات وشرب ان شاء الله الاسبوع الجاي لعيونك يا سحوره. حبيبه قلبي تسلم عينيكي وايديكي وربنا يحفظك يا حبيبه قلبي يا رب. يا توتة يا حبيبي، احنا وكل حبايبي اللي بيتابعوني. امين يا حبيبتي يا رب. اللهم امين حبيبتي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك يا رب. اللهم امين يا حبيبتي، الله يخليك حبيبتي يا سحوره. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هقدمها دلوقتي على طاج زهر او طاسه زهر، يعني تعمل تش دلوقتي ان شاء الله. انا هحطها من اول ما دخلت. بسم الله، نروح جري بقى على هناك وناخد دي معانا. يلا بصوا بقى، بتتباع عند اي محلات ادوات منزليه بس بتعمل شكل حلو. نعمل كده وننزل عندي الله بقى. ايه بقى الكلام الحلو ده؟ شفتوا الجمال؟ موضوع يعني من حاجة بسيطة نعمل شكل حلو. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اهو ناخد كده العيش، عيش التورتيلا بقى، اي عيش عندك يعني عشان قلنا مكسيكي يعني، فايه هنعمل كده. من بقى تكملوا ايه الرصة، كملوها مش اوصف لكم بقى الريحه، مش هوصف لكم الريحه، انتوا اكيد متخيلين الريحه خطيره اهي. نعمل كده. وبقى عندي رحنا المكسيك في تلت ساعه. نعمل دلوقتي السلطه او التغميسه بتاعه الجواكامولي في اقل من دقيقتين، ما بتاخدش وقت خالص. بسم الله اهو، وبس خلاص حط ده كده هنا عندي. ده ممكن تعمليه بقى في العيش التورتيلا، تلفيه براحتك، الموضوع بتاعك انت بقى يعني في ايدك. شويه فاهيته كبده مفيش دلع بعد كده. طيب تعالوا بقى سريعا على طول نعمل السلطه اللي قلنا عليها او التغميزه اللي قلنا عليها. بصوا بقى ايه دي اهو، هنسيب دي عشان طالبينها حبايبنا في الكنترول. بصوا بقى هعمل ايه، اقدر ان انا اهرسها بالهاند بلندر، واقدر ان انا اعملها بالهراسه بما ان موجود عندنا كلنا الهراسه، واقدر ان انا اعملها في الكبه يعني كبه او هراسه او بدي يعني انا دي تمام. يلا بصوا بتهرس ازاي. حاضر يا استاذ سباع، اهو شايفين زبده الافوكادو، زبده يعني دهون طبيعيه ما فيهاش اي مشكله. نقلب بقى الكلام الحلو ده، عصير ليمون، ملح، فلفل، بصل، بصل احمر يعني يفضل بصل احمر، طماطم، سن الثوم، والفلفل الهالبينو طبعا ما فيش، حطي فلفل عادي يعني ما تقدميش ايه روحك، والكزبره. وكان الله بالسر عليه. نقلب بقى دي كده ايه حاجه كده ترتيبه ثانيه نقلب بيها عشان ايه ننجز في الموضوع. انا هاخد الثانيه دي احلى.
زود عصير الليمون حاجه كده بقى. يعني هقول لكم انا لو قاعده بقى براحتي معايا وقت هعمل ايه، هروح جايبه العيش التورتيلا واحد واروح حاطه شويه ساور كريم وشويه معلقه من الجواكومولي دي وشويه فاهيتا وبس خلاص، ما حدش يجي جنبي بقى. هي دي اهو، شايفين بقى الشكل؟ زي ما قلت لكم لو زودتي الخضار هتاخدي كميه اكبر. بصوا الشكل بتاعها بيكون ازاي اهي. عايزه بقى تزودي معلقه ساور كريم، نعلي بقى الدلع براحتك، يعني الموضوع في ايدك انت. كان انا بالنسبه لي ساور كريم احطه جانبا حالا يا استاذ سبعي. تعالوا بقى نقدمها هناك في الاطباق بتاعتي ونبقى كده خلصنا اكلات النهارده. نعمل كده اهو، نبقى الشكل نقلها عندي هناك ودي، ونبقى خلصنا من مع بعض فاهيتا الكبده باسهل طريقه في الدنيا، وسلطه الجواكامولي سيبكم الاسم بنسميها سلطه الافوكادو، يعني مش هنعقد نفسنا دي وخلاص، ما عنديش حاجه ثانيه. هننقلها برضو في نفس المكان اهي. عايز تحطي بقى شويه اللي هي مكرمشات الدوره دي براحتك، الموضوع اختياري. نقلع الجوانتي، حطوا الدلع. فين السهوله؟ في قد ايه؟ في تلت ساعه خلصت اكلاتي باسهل طريقه في الدنيا اهي. ونشيل بقى الافوكاتاية دي على جنب، يعني حلقه اعتقد اسهل من السهوله. اهو شايفين استاذ سبعي بيجوعكم بقى بالشكل ده. يا رب تكون الفقره عجبتكم. عملنا مع بعض الفاهيتا وسلطه الجواكامولي باسهل طريقه في الدنيا. هستنى ان انتم تجربوها وتبعتوا لي على صفحتي مطبخ توتا مراد تفاصيل التفاصيل باي حاجه حابين تعرفوها. لسه فقراتي ما خلصتش، هاخد بس فاصل سريع ونرجع نكمل من تاني فقراتنا. فاصل وراجعين. بعد الفاصل ما غبناش عليكم. انا كتوته بحاول دايما ادخل الخضار في معظم الوصفات، وده عشان الناس اللي ما بتحبش الخضار بشكل صريح سواء بقى اطفال او كبار، بس برضو ده مش بيكون كافي ابدا للحصول على الفيتامينات المهمه للجسم. فبنحتاج دايما ان احنا نعوض جسمنا بالفيتامينات اللي ممكن تكون ناقصاه زي الاوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف. طبعا بما ان الشمس الشتاء ده مش بتطلع خالص باستمرار، وحتى لو طلعت الجو بيكون برد جدا ما بنقدرش نقعد في الشمس. الفترة دي لازم نهتم جدا بالمكمل الغذائي زي الكولوسيز اللي احنا بنتكلم عنه، ازاي يقدر يعوض جسمي بفيتامين د وفيتامين الف والاوميجا 3. هنتكلم اكتر بالتفصيل عن المكمل الغذائي الكولوسيز من خلال دكتور مصطفى حامل استشاري امراض الصدريه والبطنيه والمستشار الطبي لشركه اي ام دي. راح طبعا دكتور مصطفى، ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك ايه؟ الشمس ما بتطلعش، يعني الجو برد جدا والناس كلها قاعده في البيت، واحنا محتاجين فيتامين د، واحنا محتاجين فيتامين د. حتى والله لو في الصيف برضو ما بنقعدش في الوقت المظبوط او الوقت اللي هياخد منه النسبه بتاعه فيتامين د اللي جسمي محتاجه. يا توت احنا لو ادينا ميعاد لحد اساسا بنجيله بعدها بساعتين. بالزبط. مش هقول لك ميعاد للشمس بالظبط كده. انت ازاي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا مع زياده الاعداد بتاعت كورونا دلوقتي بنلاحظ ان احنا فعلا فعلا محتاجين فيتامين الف ومحتاجين فيتامين د والاوميجا 3 الموجوده في الكولوسيس. بالظبط. في بعض الناس، يعني انا واحد من الناس اللي دايما سؤالي للمريض او معنى صح للمشتبه فيه بقول له انت بقالك قد ايه بدات الاعراض معاك، بقالها قد ايه اعراض البرد عموما بدات قد ايه؟ طب هيفرق ايه معايا السؤال ده؟ بص هيفرق معايا ان انا عايز اعرف هل في فترة معينة مثلا من يومين لثلاث ايام، في بعض الناس بتقعد اربع ايام، في بعض الناس بتقعد اسبوع، وكل الفترات دي وانا بخلي الفيروس شغال في جسمي بيزود الخلايا الالتهابية اللي بتبدا في جسمي. المسج اللي الفيروس بيحاول يعملها في اي جسم اي شخص انه بيحاول يزود كمية الخلايا الالتهابية اللي في جسمنا عشان يعمل حالة من حالات الفوضى.
عشان كده تلاحظي ان الموضوع بيبقى عامل زي كأن طالع مطلع او طالع هرم بالظبط كده، بيبقى بادئ من صغير لحد ما يبدا يكبر. الموضوع بيتطور فجأة، بيتطور فجأة مظبوط. يعني يمكن دور البرد اول يوم مثلا بكح بسيط او دافيه حاجه بسيطه، فجأة انت كأنك مثلا مهمل في الدور اللي عندك بقالك شهر، التطور سريع جدا. وشكوى الناس كلها دلوقتي بيقول لك يا دكتور انا عندي رعشه غير عاديه، يعني بتصيبني رعشه غير عاديه، جسمي كله بيتنفض. صح. ده انا عايز اقول لك يعني احنا بنحاول نعمل زي دراسه بسيطه عن كل موجه، فتلاحظي مثلا ان الموجه بتاعت الكورونا اوميكرون اكثر اصابه لمنطقه الجهاز التنفسي العلوي، منطقه الحنجره، تلاقي يقول لك ده انا صوتي اتغير، لا ده انا في برد جامد جدا عندي، لمنطقه الجيوب الانفيه فيها تعب. ممكن يكون قليل الاصابه بالجهاز التنفسي السفلي، لكن ما بنقولش ما فيش، لا بنقول قليل شويه، بيتطور بقى، بيتطور ده بعد كده بقى. طيب انا بقى فايده ان انا فعلا بقول اوميجا 3 وفيتامين ا ودال في النقطه زي دي، لما الاحظ ان حاجه زي الاوميجا 3 عندي مهمه جدا جدا انها بتحد الفيروس عن طريق حاجتين. اول حاجه ودي مهمه جدا بالنسبه لي، عاصفه السيتوكينز اللي هي الخلايا الالتهابيه اللي بتطلع عشان تعمل حاله من حالات الفوضى في جسمي، فبالتالي جسمي يقع. يعني بمعنى صح انا بحاول اوقع المناعه بتاعت الشخص، احاول اوقع جسمه عن طريق ان انا بطلع خلايا التهابيه كتير تعمل فوضى عارمه. طب فايدتها ايه؟ هي اللي دي بتعمل لنا التعب في عظمنا، الالتهابات، تعمل لنا التليفات على الرئه، تعمل لنا الارتفاع الشديد في درجه الحراره، الحاجات دي كلها الاوميجا 3 بتقدر تحد النقطه دي الموجوده في الكولوسيز، او بتقدر تحدها. عشان كده يمكن من احد الحاجات اللي بتميز الكولوسيز ان المكمل الغذائي، مش عايزين نقول من الوحيد اللي يحتوي على فيتامين ا ودال والاوميجا 3. يعني دايما نلاحظ ان فيتامين ا ودال وحبه فيتامينات كتيره جدا كده موجودين مع بعض، لكن ما نلاقيش الاوميجا 3 وسطهم. تخيلي بقى ان انا معايا الاوميجا 3 اللي ليها دور كبير جدا في القصه اللي اتكلمنا فيها. طب النقطه الثانيه المناعه بتاعت جسمي، خلايا كرات الدم البيضاء، الجيش اللي انا عايزه اللي عايزه يبدا يهاجم الفيروس، او بمعنى صح دايما في بعض تساؤلات ناس يقول لك هو الدكتور بيقول فيروس، طب ما بيديني مضاد حيوي ليه؟ يعني في تساؤل كده للناس، فعلا في بعض الناس بيسال انت بتديني مضاد حيوي ليه؟ صح. طيب ما نرجع لبعض كده بنقطه بسيطه لورا. سيدي الفاضل، الفيروس لما بيجي يدخل جسمك هو اهم حاجه عنده ان يوقع مناعتك، عشان كده بنقول لك الكولوسيز مهم جدا، فيتامين ا ودال والاوميجا 3. طب هو وقع مناعتك وانت ما بتاخدش الكولوسيز، ما بتاخدش فيتامين ا ودال واوميجا 3، ايه اللي هيحصل؟ ما البكتيريا العاديه جدا هتبدا تهاجم جسمك، وهتبدا تحدث حاله من حالات الفوضى، ما بقتش خبطه واحده بس فوق راسنا، دي بقت خبطتين وثلاثه واربعه. انت اكيد يا دكتور بيعدي عليك حالات كتيره جدا. صدقيني حتى الفطر اللي في بقنا ما بيسيبناش في حالنا. المفروض ان كل انسان في منطقه الفم فيها فطريات، بس احنا محددينها وفي حدود ان ما تقدرش تيجي عليه. لما بتلاقي مناعتي وقعت، هي دي بنسموها بايه؟ بنقلب السحر على السحر. فعلا الموضوع بيتطور يا دكتور بصوره غير عاديه، احنا مش متخيلين. ناس تقول لك ده دور برد عادي، ده قرصين اسبرين واتدفى واشرب حاجات سخنه وخلاص، بس الموضوع دلوقتي بقى مقلق. يعني الموضوع دلوقتي بقى صح. مش عايزه اقول مرعب، اقلق الناس، لكن الموضوع بقى مش سهل، او مش زي من سنه فاتت او من سنه ونص، فيعني لازم ناخد بالنا من النقطه دي. مظبوط. عشان كده دايما احنا بنقول عاملين قوسين كبار، وبنقول اهميه فيتامين ا ودال والاوميجا 3 الموجوده في الكولوسيز، ايه اهميتها في نقط زي كده؟ لا مهمه جدا جدا. انت مش عارف ايه اللي هيحصل النهارده، مش عارف ايه اللي هيحصل بكره بعده. انا مش عايز اقول لك انت تاخد الكولوسيز بس في حاله الاصابه، لا، الكولوسيز مش دواء، الكولوسيز مكمل غذائي. لا، ده انا عايزك تاخده من وانت سامعنا دلوقتي. انا اسف، يا رب تكون الاصابه كف الله الشر بعد 4-5 شهور، بعد سنه. انت حضر نفسك من دلوقتي، خلي الثقافه الموجوده عندنا ان احنا بمشي على فيتامين ا ودال والاوميجا 3 لازم يكونوا بنسب كويسه عندي في جسمي، عشان خاطر اقدر حتى لو جالي فيروس، اول حاجه مناعتي تقدر تبقى قويه وتساعد على ان انا اقدر اهاجمه وما يوصلش معايا لمشاكل كتيره، وتاني مره بحد من انتشاره. ما انا لو مناعتي كويسه وقويه وقدرت اتغلب عليه في اسرع وقت ممكن، هحد انتشاره للناس اللي حواليا اللي بتحبهم، لقرايبك، لاولادك، كبار السن كمان. دكتور دلوقتي اي حد بيجيله دور برد
لا يا ماما انا مش هجيلك، لا يا بابا انا مش هجيلك. فبيبقى فعلا الموضوع صعب لان انت خايف عليهم. انت اثرت نقطه كويسه جدا فعلا، يعني تخيلي من ضمن الاسئله اللي بيسالوها لي برضو المريض اللي اشتبه فيه كورونا ما لم يعمل بي سي ار عشان يتاكد، طب اروح لوالدي والدتي امتى؟ صح ده اول سؤال. انت تعرفي والله انا يا سيدي اعتبر نفسك في عمره اسبوعين. يعني شوفي هو الموضوع مش الغياب عن الناس اللي بتحبهم انك تقدر تتعامل معاهم، الموضوع خوف عليهم. في خوف عليهم، وان دايما يقول لك الممنوع مرغوب. صح. فعشان كده برضو فاحنا في نفس التوقيت عايزين الموضوع يخلص بسرعه. الميزه عايزين نقول ان الفيروس دلوقتي بقت الحمد لله ما بقاش بخطر زمان زي الاول. سرعه انتشاره غير عاديه غير طبيعيه. صح. سريعه جدا جدا فوق ما تتخيلي، ولكن نقدر كلنا نقدر نحد منه، نقدر كل عن طريق التباعد الاجتماعي، عن طريق الدولة عملت اللي عليها في موضوع المصل. المصل لا يحمي من الإصابة، المصل بيقلل الأعراض لكن ما فيش حاجة اسمها بحمي الإصابة. أنت كل مهمتك أنا مناعتي أخبارها إيه؟ فيتامين ألف ودال والأوميجا 3 أخبارهم إيه؟ هل أنا باخد الكولوسيز؟ هل أنا باخد فيتامين ألف ودال والأوميجا 3؟ جايز إن أنا أقول لك خد فيتامين ألف ودال والأوميجا 3، بس هتقابلك مشكلتين. أول مشكلة ان انت لو حبيت تاخد كل واحدة على حدة، انا اول حاجة بزود فرص ان انا بخليك تسيب الموضوع ده او تهمله بعد فترة قريبة، هتزهق. دي نقطة. النقطة التانية للأسف فيتامينز كتيرة من الحاجات دي موجودة جرعات علاجية مش جرعات مش يومية غزائي. ممتاز. مش كمكمل غذائي، فبالتالي لو خدت اسبوع اسبوعين ثلاثة لا انت كده بتاخد جرعات عالية، فبالتالي هتبقى زيادة عن حاجتك أو حاجة جسمك. لكن الكولوسيس بيقدر يعالج النقطة دي، إنها جرعة يومية أنا أقدر أخدها كل يوم، أقدر أخدها كل يوم لأن جسمي بيجي على نهاية اليوم ويكون حصل فول كونسامشن، استهلك كل الكمية اللي أنا عايزها من فيتامين ألف ودال والأوميجا 3. هي دي نقطة، يعني الكبسولة يا دكتور فيها الحصة اليومية من كل فيتامين اللي جسمي محتاجها. مظبوط. مش أصل في ناس يا دكتور بتقول لك إيه أنا مثلا باخد فيتامين كذا وكذا وكذا كل واحدة على حدة، وبعد كده حصل لي مشكلة ان في ترسيب وفي حاجات كتيره جدا لان خدت جرعه. مزبوط. عاليه عن اللي المفروض جسمي محتاجها. فهي مزبوط. دي النقطه ان الكولوسيز مش محتاج ان انا اخد روشتة او ان انا يبقى في يعني دكتور كاتب لي، لا ده عادي ممكن اي حد ياخد. حضرتك فعلا النقطه دي لان هو اسمه مكمل غذائي ومكتوب على علبه مكمل غذائي، وده الفرق بين المكمل الغذائي والفيتامين. لا انا اقول لك الفيتامين بريسكريبشن دكتور. بالظبط. طب ليه؟ لان يا جماعه البريسكريبشن دكتور لان ما اعرفش انا الجرعه اللي موجوده هل هي جرعه علاجيه ولا لا. اما المكمل الغذائي ده ناتشرال ربنا اللي خلقه لنا، فبالتالي خلقه عشان يزود بيه حاجتنا اليوميه او يزود بيه في حاله نقص حاجه في اكلنا، فبالتالي هو هيديني الجرعه بتاعت يومي اللي انا محتاجها. طبعا كل افراد الاسره مسموح ليها يا دكتور ان من هي تاخد سنة. الكولوسيز حتى لو سيده حامل بعد الشهر الثالث اقول لها الاوميجا 3 وفيتامين الف وفيتامين دال مهمين جدا 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 ليكي وللجنين في تكوين خلايا المخ، ليكي وللجنين في محافظه على امتصاص الكالسيوم والفوسفور لعظمك، فبالتالي الجنين لما يجي ياخد من عظمك هيلاقي فيه ريبليسمنت، هيلاقي فيه حاجه بتعوض بمعنى صح حاجات كتيره جدا الشبكيه بتاعت العين. ده بالنسبه للمراه الحامل. طب بالنسبه لسن سنه، لا طبعا محتاج، احنا كلنا بندي فيتامين دي من سن يوم. صح. واخد بال حضرتك معايا؟ انا بقول من سن سنه ناخد لان في فيتامين الف واوميجا 3 وفيتامين دال هتساعد كتير، هتحل مشاكل كتير انت في غنى عنها. بلس المناعه، بلس ان انا بحس ان الطفل ده عباره عن الموبايل اللي بيتحرك بينقل لي كل حاجه في كل حته. يمكن احنا كبار ممكن ناخد بالنا شويه من حته الكمامه. مزبوط. او التباعد الاجتماعي، يعني كبار ففاهمين الموضوع، لكن مزبوط. الاطفال دكتور بيبدلوا كمامات بعض في المدرسه مش قادر اقول لك، فالموضوع صعب جدا. طبعًا والطفل الصغير ممكن ما يبانش عليه اعراض مناعتهم ما شاء الله بتبقى حلوه، لكن الفكره مزبوط. ان ممكن بحركه واحده بس في الشعب ينقل لكل الناس اللي موجودين. مظبوط فعلا. بالظبط. فدي بتبقى مشكله، فانا بالتالي لو اهتميت بمناعه طفلي من هو عمره سنة مظبوط اعتقد هبقى مطمنة على الاقل لما يروح المدرسة مبقاش انا احط ايدي على قلبي. وغير كده ولا كده لما يكون عندي انا فيتامين الف ودال الموجودين، احنا كتير جدا من امهات بتخاف من موضوع من حساسية الصدر، يقول لك انا خايف من ابني في المواسم بالذات وفصول الشتاء ان يحصل له حساسية على صدره، لدرجة انها كل ما بتيجي بابنها هو ابني يا دكتور عنده حساسية او في بعض الاطباء
يقول لك لا ابنك عنده حساسيه، فطبعا بنيجي بنقول الموضوع ده صح او لا، او لا يا ستي لا ما فيش حساسيه، بس حاولي ندي حاجات تزود مناعه السن. عشان كده من سن سنه لسبع سنين بقول كبسوله واحده في اليوم بفضيها على اي حاجه بيحبها طفل، اكل او شرب. طيب فوق سبع سنين لحد 40 او 50 سنه بدي كبسولتين في اليوم. طب فوق 50 سنه او صاحب اي مرض مزمن، ضغط، سكر، قلب، امان جدا جدا، لا ده انا بديك كمان ثلاث كبسولات. طب ليه ثلاث كبسولات؟ عشان خاطر انت فعلا محتاج اكتر، لان انا لما بيجي يدخل علي حد كبير سن او مريض ضغط سكر كذا، لا ببقى اكثر اهتماما اكتر ان انا اتابع الحلق بصوره اكتر. بالظبط، هي الناس دي تبقى معرضه اكتر يا دكتور، مناعتها تبقى اصلا ضعيفه، مزبوط. اصحاب الامراض المزمنه، فبالتالي الموضوع هيبقى لو انا مثلا شخص عادي ما عنديش حاجه، لا ده انت المفروض تاخد قرص واثنين وثلاثه، مزبوط. ومش هيتعارض مع اي ادويه من الادويه النهائي الخاصه بالمرض المزمن الخاص، هيدعمها على فكره. هيدعمها بما فيه من اوميجا 3 وفيتامين الف ودال، هو بيدعم وظيفه الادويه الاخرى، بحيث ان هو كمان بينظم مستوى السكر في الدم، بينظم مستوى الضغط في الدم، بيقلل من الكوليسترول والدهون الضاره، ودي حاجات مهمه جدا جدا طبعا. ده غير احنا قلنا كمان بيساعد على ترسيب الكالسيوم والفوسفور على عظمنا، فهشاشه العظام المشهوره عند كبار السن، الركب، الظهر، الحاجات الكتير اللي كل الحاجات دي كلها يا جماعه محتاجه فيتامين د كويس جدا. احنا بنحاول من الفقرات اللي بتكون معايا هنا ان احنا نوصل للناس ان الموضوع مش رفاهيه، مش ان انا اللي بياخد مكمل غذائي ده فاضي او مش لاقي فلوس يصرفها في ايه، لا الموضوع مش كده خالص، خصوصا في ظل الظروف يا دكتور اللي احنا فيها، ان احنا مفيش حاجه يعني حيلتنا غير المناعه، او ان انا قوي جهاز المناعه سواء لابني، بنتي، والدي، والدتي، الكلام ده كله، بحيث ان حتى لو لا قدر الله حصل والفيروس جه يمر مرور الكرام، يعني ما يبقاش الموضوع ايه في مشكله او في يعني مزبوط. كارثه في البيت. مزبوط. وعشان كده احنا دايما حتى اسال نفسك، هو احنا كل اللي عارفين عن التطعيمات كنا نقول لحد سن 6 سنين او 12 سنه، بالزبط. مين كان يصدق ان في تطعيمات بتتم اجباريه زي دلوقتي على مدى عمرنا كله، وبل ان في جرعات تنشيطيه، دي على اهميه يا جماعه الموضوع، بالزبط. اهميه المناعه عندنا قد ايه. فاذا زي ما كان المكمل الغذائي زمان اختياري، زي ما بقول دلوقتي المكمل الغذائي مش اختياري، لا هو اجباري بالنسبه لنا على اساس يبقى فيه صحه افضل. مش هنلاقي احلى من فيتامين الف ودال والاوميجا 3 الموجوده مع في بعض. الكولوسيس طبعا، يعني ان شاء الله الناس كلها تكون استفادت بالحلقه النهارده، ونوه برضو ان الكولوسيس موجود في كل الصيدلات على مستوى الجمهوريه، مفيش محافظه صيدليه في محافظه مش هتلاقي فيها كولوسيس موجود، سعر اقتصادي جدا من قديم الازل في الصيدليات. نورت لكم مصطفى، وان شاء الله دايما كده نفيد الناس اكتر واكتر، ونحاول نوعيهم ان المناعه حاجه مهمه جدا ان احنا نقويها في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. نورت دكتور مصطفى حامد، وان شاء الله دايما مع بعض. نورتني. لسه فقراتي ما خلصتش، هناخد بس فاصل سريع جدا ونرجع ليكم ونكمل فقرات برنامجنا، استنونا. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبناش عليكم. المعروف في العادي ان الوجبات بتاعت اليوم ثلاث وجبات، سبحان الله بقدرة قادر دلوقتي بقوا ستة، ده غير السناكس اللي هم اصلا ما بيتحسبوش كده، نقت نص اليوم باقي شوية من طبق الولاد فحرام هيترموا، لا انا كلهم، فبالتالي بنخرج من اليوم حصيلة الوجبات 10 12 ما تعدش يا جيمي بقى، كتير قوي. كل ده بيكون متداري ورا هدوم الشتوي، هدوم تقيلة وجواكت وكل حاجة متدارية، لكن خلاص كلها كام شهر كل حاجة هتبان، مش نعرف نداري الوزن اللي زاد بزيادة. عشان كده منظومة خبير التغذية دعاء سهيل صاحبة مبادرة شباب أصحاء وأطفال بلا سمنة تخلي وزننا مثالي ومتناسق وجاهزين لفورمة ساحل كده زي ما بيقول، ده بطريقة آمنة جدا وبسيطة من غير أي حرمان ولا آثار جانبية، لأنها بتعتمد على النباتات الطبيعية من غير أي كيماويات خالص، فبالتالي هنقدر نخس بدون حرمان، بدون تقيد، بدون أي مجهود. هنعرف الكورسات دي إزاي تقدر المنظومة تفيدني بيها من خلال دكتور خالد أحمد خالد غزالي، استشاري النباتات الطبية وممثل منظومة خبير التغذية دعاء سهيل. ومن احنا قلنا خالد صح، ازيك يا دكتور؟ صح وغزالي صح، هما التلاتة صح. ازيك يا دكتور؟ ازاي؟ أخبار حضرتك الحمد إيه؟ الحمد لله تمام. عايزين نقلل الوجبات، احنا دلوقتي قاعدين في الشتاء في البيت، خروج قليل، مفيش نزول ومش ملهيين في حاجة، فبالتالي عدد في الضرر بالظبط، احنا قاعدين في المطبخ 24 ساعة بناكل، عدد الوجبات اللي هما المفروض ثلاثة غير السناكس
بقوا 6 ما تعدش بقى خلاص العدد زي بيقولوا عدد في الليمون بالظبط. فازاي نقدر نقلل عدد الوجبات من غير ما احس بحرمان، من غير ما حد يقول لي امشي افطار غدا عشاء على نظام معين؟ يعني المنظومه تقدر تفيدني ازاي في حاجه زي دي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طيب انا دلوقتي بقول يا جماعه، طب حلو قوي الهدوم بتغطينا بالظبط، مداريه كل حاجه ودارت كل حاجه، طب مين اللي هيداري المرض الامراض الناشئه عن السمنه؟ مين؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه. السمنه بصوا يا جماعه مسببه لحوالي 70 مرض، 70 مرض، اقلهم اقل حاجه في السمنه اللي احنا بنشتكي منه الهدوم مش جايه على قدي، ما بلبسش حاجه شيك داخليا بقى في كوارث بالظبط كده. ده بقول لك اقل حاجه فيهم، اعظمهم والعياذ بالله منه انواع كتير جدا من السرطانات بسبب زياده الوزن، سبب زياده الوزن كويس. مرورا ب سكر، ضغط، ارتفاع نسبه كوليسترول، تكيس مبايض بالنسبه للسيدات، ضعف الانجاب بالنسبه للرجال، ضعف الحياه الجنسيه بالنسبه للاثنين كويس. حاجات بقول لك، الولاده المبكره عند السيدات اللي حملت، الولاده المشوهه عند السيدات اللي حملت، السقط اللي عند السيدات دي ليها علاقه بزياده الوزن؟ ما اقولش لا كويس. انا عندي تعملي لحمه، محشي بلحمه مفرومه احلى من وشويه رز صغيرين وخضره كتير تبقى افضل بكتير كويس. احنا بنتكلم على اعداد غذائيه، ماليش دعوه بالحاله الاقتصاديه كويس. انا بقول يعني خلاص، في ناس في روسيا بياكلوا شوربه الكرنب، يسلقوا الكرنب ياكلوه، مش محشي بقى، مش محشي خالص، ورق الكرنب اب ياكلوه كده عادي كويس، وهو مفيد جدا الكرنب. فلما اجي نتكلم على ايه، انا عايز يا جماعه الهدف من المنظومه والهدف من الكلام والهدف من الرغي والهدف من الدراسات ان انا اخلي الناس تعيش حياه جميله، حياه ما فيهاش مشاكل كتير كويس. انا اخد بالمسببات والمكتوب بتاع عند ربنا مش انا اللي كاتبه صح كويس. انا واحد يقول انا رفيع خالص عندي سكر، طب انا اعمل لك ايه؟ طب ما انا عادي ممكن يجي لك انت رفيع او سكر، عادات غذائيه غلط، عادات غذائيه غلط او موروث، موروث في الجينات. واحد رفيع خالص وعنده كوليسترول عالي ده طبيعي. انما انا بقول اساسا اغلب الناس اللي عندها سمنه هيبقى عندها سكر، هيبقى عندها ضغط، ارتفاع ضغط دم، هيبقى عندها كوليسترول عالي، هيبقى عندها امراض قلب وشرايين، هيبقى عندها امراض تصبغ في الجلد، هيبقى عندها ديمنشيا اللي هو نسيان، عندها الكبد الدهني، كل ده طبيعي جدا. الشعب المصري اكتر من 95% عنده كبد دهني، واحنا عارفين يا دكتور مش عارفين يعني، اعملي سونار وانت تعرفي. ايه ممكن يبقى حد عنده لكن هو مش عارف، مش عارف. انا بقول لك 90% واغلب الناس عندهم حصوات على المراره، هي حصوات كامنه اللي بيبقى كبيره ما بتتحركش، فبالتالي ما بتعملش الم. انما لو رحت عملتي كده كل دي عادات غذائيه خالص. طب احنا نيجي في المنظومه نتكلم، انا المنظومه يا جماعه هنظم لك حياتك، هدفها تنظيم الحياه مش هحرمك من الاكل. انت صح، ده كاين محشي يا دكتور، ما انا قلت دي حاجه تفتح نفسهم ان هم يبتدوا يتواصلوا. ده انت مش تاكل محشي، ده انت تاكل محشي. المحشي انا يعني بقول ليه محشي؟ عشان المحشي فيه خضره، عشان المحشي رزه قليل، عشان المحشي من بره ومن جوه خضره كتير. ممكن نحط فيه حته لحمه مفرومه كده، قللنا كميه النشويات اللي موجوده واللحوم بتقعد في البطن اكتر من النشويات، فبالتالي مش هيحس بالجوع بسرعه بالظبط كويس. الدهون على فكره مش ضاره جدا زي ما احنا فاكرين، اللحمه والدهن والكلام ده مش ضار جدا جدا زي ما كانت الناس بتتكلم، لا ده انا عندي دي احسن من السكريات. الدهون أحسن اللي هي اللي موجوده في اللحمه الملبسه دي احسن من السكريات كويس، احسن من الكوبايه شاي باربع خمس بس برضه يا دكتور. صدقيني يعني لما نسمع كده علماء التغذيه، اصل ما حدش يقدر ياكل دهون كتير، مين اللي هيقدر ياكل دهون كتير؟ لا في ناس بتعتمد ان مثلا ايه، دلوقتي سمعت دكتور خالد بيقول ان اللحمه الملبسه ما فيهاش مشكله، فيروحوا يجيبوا بقى حته. ايه يا دكتور، ده في ناس ما شاء الله اكبر يعني ياكلوا كميه و170 جنيه دلوقتي، لا بياكلوا كمان الدهون يعني. ممكن لما انا واحده من الناس ما بجيب لحمه فيها دهون بشيل دهون خالص، في ناس كده ما بحطهاش. لا لما تكون ملبسه تبقى مش وحشه، اوكي مش وحش. ليه؟ لانها بتقعد في المعده فتره اطول، ارحم من ياكل حاجه مسكره، ارحم من السكر والعيش والرز والمكرونه والكلام ده. تمام كويس. طيب انا دلوقتي بيجي عندنا في المنظومه، بتعمل بنقلل كميه السعرات الحراريه اللي داخل جسمك بسيطه كده، ما بنحسسكيش بالجوع، ما بنحرمكيش من حاجه. حلو جدا. ازاي؟ ازاي؟ ما دي الزيتون. ازاي؟ ده زي ما بيقول اللب بتاع الموضوع. كويس. انا دلوقتي لما باجي اديك نبات زي الجارسينيا مثلا، ده نبات دوكيومنت 100% ان هو بيقلل الشهيه. بيقلل الشهيه. انا شفت زي ما قلت قبل كده في حلقه في ناشونال جيوغرافيك، الراجل عنده شجره
هي يعني بتطلع في شيلي وفي البلاد اللي هي الجو بتاعها حر شويه وفيها نوع من انواع الرطوبه شويه. بياخد الشجر يقول له بياخد وهو ماشي كده خد ورقتين وقعد يمضغهم. قال له النبته دي حافظت لي على وزني وحافظت لنا على وزننا طول عمرنا مظبوط ما بنزيدش. سبحان الله. والورقه فيها اقل بكتير جدا من الثمره اللي احنا بنشتغل بيها. بنجيب الثمره تبقى عامله زي القراصية بالظبط كده وطعمها لاذع قوي. بتعمل لها عمليات معينه في المعامل او في الشركات الادويه بتبتدي تبقى بتدخل في على شكل كبسول فبتبقى خلاصه. دي بتقلل الشهيه بنسبه عاليه جدا. كويس. طب انا هل هسيب مريض السمنه اللي معدته قد كده كويس اقول له بس دي هتقلل لك شهيتك واقول لك كل حاجه؟ مش هتنفع قوي. اكيد. يبقى انا لازم املا له المعده. لازم املا له معدته الكبيره فبديله مع بعد الجرسينيا دي قبل الاكل بساعه بديله قبل الاكل بنص ساعه بديله الالياف الغذائيه. بس لما يا جماعه لما بيجي لك كورس فيه الياف غذائيه النصيحه الاساسيه اللي عندي هناخد الكيس نحطه على نص كوبايه ميه نقلبه بسرعه ونشربه مره واحده. او نشربه على مرتين بسرعه. كل ما هتسيبيه في البتاع يعني مثلا ما تقوليش ايه انا حطيت الكيس ورحت فتحت الباب وجيت. او رديت على التليفون وجيت هتبص تلاقيه عمل زي الجيلي. كويس. الفيديو دكتور بيوضح اللي حضرتك بتشرحه يعني حضرتك بتشرح الموضوع وفيديو مبسط كده عشان الفيديو مبسط جدا احنا بنبص نلاقي طبعا هو جان في الاجابه في الاول الوزن الويست وكده. بص دي الحاجات دي كلها فيها الياف غذائيه. حلو قوي. انا خدت الالياف الغذائيه اللي هي بقى الطبيه بقى بتاعتنا اللي معموله في المعامل ونزلت المعده بتاعتي. هم جايبين على كانها سنبوله قمح كامل عشان تبقى قمح كامل يعني. كويس. بصي اول ما حطينا لها ميه كبرت ازاي؟ ملت الفراغ بتاع المعده. تحت المعده بعت الاشاره للمخ في الهايبوثالاموس قالت له يا مخ انا اتمليت. كويس. فبطل اكل. فبيحصل هنا لما يبطل اكل بيعمل ايه؟ بيبقى خلاص ما جوه في حاجه ملت الفراغ الكبير اللي ملى الجسم بدون جوع ده ما فيهوش كالوري. حاجه تانية بتعمل بوست للميتابوليزم بتزود تبتدي تاخد دهون معاها. كويس. طب في دهون بتبقى لسه موجوده انا بقول لك كل حاجه بقول لك كل الدهون كل كربوهيدرات كل كله بتروح واخداها اهي وتروح واخداها الناس ده فين باي باي بالظبط. هل هي دي بتبقى بنسبه 100%؟ لا مفيش حاجه بنسبه 100%. بتبقى النسبه المعقوله. لان انا لو اديت كميه فايبرز كتير مره واحده ممكن تعمل اضرار. فيا جماعة مش عايزين حد يقول ايه عايز اخف بسرعة اخد الدواء كله. في ناس ممكن تقول مثلا دكتور خالد قال لنا على الالياف واخصائي التغذية اللي بيتابعوا طبعا مع الحالة واقول لهم برضو على النقطة دي ان لما حد بيتواصل مع المنظومة عن طريق ارقام التليفونات او صفحة الفيسبوك في اخصائي تغذية بيفضل متابع معانا طول مدة الكورس طول مدة نزول الوزن. يعني مش بيديك الكورس يقول لك سلام عليكم سيريا نورماندي بقى وانطلق. ايوه بالظبط. بيبقى في متابعة يا دكتور اسبوعية طبعا عشان ياخد اقصى كتير جدا 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 بياخد منه خس ازاي او ما خسش ليه. ما انا ممكن جدا واحد يقول انا ما خسيتش الدواء بتاعكم مضروب. انا بصي انا راجل واقعي ما عنديش تزيين في الكلام يعني. طب انت عملت ايه بقى خدت ايه وزبت ايه؟ بص تلاقيه ملخبط الدنيا. ما هي دي ميزه المتابعه اللي مش موجوده الأسبوعية. عند اي حد. وفي ناس بتهرب على فكره. مش هرد على التليفون. مش هرد على التليفون. لا وفي ناس ما بتحبش تتصل. لا لازم هيتصل بيك وهيجيبك. يعني لو انا ما اتكلمتش هيكلمك هيتصل هو هيتصل اللي هو يعني هتعترفي هتعترفي هتقر انت عملتي ايه بالظبط. طب انا دلوقتي كده قفلت الشهيه وقفلت جزء من المعده وخليت الدنيا ماشيه وبقول لك كل حاجه. بعد ما بتاخدي الاكياس اللي هي الالياف بتبتدي اقول لك اتفضلي على السفره في مكانك او على الترابيه الطبليه في مكانك او زي ما عايزه تاكلي وكلي. هتلاقي نفسك اوتوماتيك بتاكلي قليل. انت هتغرفي نفس الطبق اللي بتاكليه ما بقولكيش في اول يوم ولا في ثاني يوم ولا بتاع الكميه هتقل. لا انت حضرتك متعوده مثلا على كبشتين رز كويس وشويه خضار ومش عارف ايه هتبص تلاقي نفسك مليت طبقك زي ما هو. لو بتاخدي في طبق او لو بتاكلي مع حد. في ناس تحب تاكل تغرف مع بعض تاكل كله هتبص تلاقي قدامك الله ده انا اكلت معلقتين وقمت ايه اللي حصل؟ معلقتين رز. ما انا مليت لك المعده. انت ناسي ان انا مليت لك المعده قللت لك الشهيه. يعني هيشبع يا دكتور بعد ما كان بياكل طبق كبير هيشبع من معلقتين ثلاث معالق خلاص الحمد لله على كده ومبسوط.
حد هيلاقي انبساط اكتر من بالزبط. كده يعني معلقتين وشبعت، ده احنا ممكن نعمل فرح والله. صح كده. طب تعالى اقول لك على حاجه تاني بقى احلى من كده. طب حضرتك بتشرح كده يا دكتور؟ في صور حالات معانا يعني احنا بنشرح بالكلام، لكن الحالات بتوثق كلام حضرتك طبعا احنا واثقين منه اكيد. بس الناس حابه تشوف حالات مع ارض الواقع تابعت مع المنظومه وبالفعل وزنها نزل. ده بقى كانت الحاله دي كانت حاله ماساه. الراجل ده ربنا شفاه وعافاه، كان عمل حادثه. كان ده خس حوالي 45 كيلو ما شاء الله. كويس. كان عمل حادثه، الحادثه دي خليته قاعد حوالي 7 سنين، لدرجه انه هو للاسف ما كانش يصور نفسه اثناء البتاع نومته في السرير يعني. ما كانش بيقوم، كان كل ما يعمل عمليه في العظم تفشل او تاخد وقت كتير جدا لغايه ما الجرح يلتئم عشان ياخد مضادات حيويه. ابتدى الحمد لله وقف على رجليه. كويس ما شاء الله. فرق وقف على رجليه. انا بصي دايما اقول لك ايه، عايزين نخس. دي حاله تانية. الحاله دي بقى كانت 165 145 كيلو حاجه زي كده. في صوره تانية احلى من دي كمان. هتبصي بصي المنظر قد ايه، بصي المنظر اللي في الجنب قد ايه. وبنتهي ما شاء الله. هي اتفكت 3-4. يعني بالظبط فرق كبير قوي. فبتلاقي ان في فرق جامد جدا جدا في حتى في الشكل، في البشره، في في نفس الانسان نفسه نفسيا. يا دكتور نفسيا. يعني انا مبسوط جدا بالحالات اللي اخذناها النهارده. انا ده ليها شرح كتير. يعني دي حلقات ما تكفيش حضرتك والله مده الفقره. احنا عايزين وقت اكبر من كده بكتير عشان نشرح للناس بالظبط ازاي الكورس بيشتغل ويقدروا ان هم يفقدوا وزن كتير على دخول الصيف. احنا عايزين نلحق ننقذ ما يمكن انقاذه. انا هقول لك على حاجه، هيخسوا بدون اي معاناه. بدون اي حرمان ان شاء الله، بطريقه امنه 100% ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نورتني دكتور خالد. الوقت جري معاك بسرعه والله، يعني ما حسيتش بالوقت، والفقره كانت ممتعه جدا لينا ولكل حبايبي اللي بيتفرجوا. ان شاء الله يتواصلوا مع المنظومه ويقدروا ياخدوا اقصى استفاده. نورتني دكتور خالد، وان شاء الله دايما كده منورني، ولينا حلقات باذن الله جايه كتير مع بعض ان شاء الله. باذن الله نورتني. ان شاء الله نورتني. انتوا كمان حلقه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه صعبه، كل حاجه تنزل بالتفصيل على صفحتي مطبخ توت ومراد. اسيبكم في رعايه الله واشوفكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم.